والآن نذهب معكم لمتابعة فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية ذات الصواري 2017 التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم. يا فندم، قائد بحري أركان حرب مخاطر محمود محسن محمود، ضابط العمليات البرمائية. أستأذن سيادتك في مغادرة وسائط الإبرار لتنفيذ المهمة القتالية. يتم الآن مغادرة وسيلة الإبرار راجل الإنجاب والتي تتميز بالسرعات العالية والقدرات العالية لتحمية المركبات والمجنزرات حتى وزن 100 طن. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أخيد بحري أركان حرب القاتل أحمد محمد عبد الخالق، ضابط أول حاملة المروحات جمال عبد الناصر فندم. في إطار دور ومهام القوات البحرية في حماية وتأمين أهداف الدولة الاقتصادية والحيوية بالبحر ضد العدائيات النمطية والغير نمطية، ومن أهم هذه الأهداف حفارات البترول ومنصات الغاز والجزر المنعزلة بمياهنا الإقليمية والاقتصادية. وتحقيقا لهذا الهدف يلزم تنفيذ سلسلة من الإجراءات تتضمن إشراك عدد كبير من الوحدات البحرية والقوات الخاصة للمحافظة على مقدرات الدولة. سيتم تنفيذ بيان عملي عن أسلوب تأمين الأهداف الحيوية بالبحر. وتمثل القوات القائمة بتأمين الأهداف الحيوية بوحدات رمزية من القوات البحرية وعناصر من اللواء الأول وحدات خاصة كجانب مدافع. بينما تمثل العناصر المهاجمة للأهداف الحيوية بالبحر غواصة وعناصر من اللواء الثاني وحدات خاصة كجانب مهاجم. ولأغراض البيان تم تحديد منطقة البيان لتكون جزيرة نيلسون والمنطقة المحيطة بها وما تحتويه من حفارات ومنصات بترول وغاز يمثلها الحفار القاهر والذي يظهر أمام سيادتكم في اتجاه الساعة 9. كما يتم التأمين في النطاق القريب من خلال أعمال المرور بواسطة عناصر الوحدات الخاصة البحرية المحملة على اللانشات السريعة والمميزة بالمشاعر الضوئية والتي يتم إنزالها من على سفينة الخدمة والإمداد المتمركزة بجوار الحفار والمميزة بالدخان البرتقالي. ولتحقيق التأمين الذاتي ضد الألغام تتمركز جماعة تأمين وإزالة المتفجرات على سفينة الخدمة المجاورة للحفار للقيام بأعمال الكسح والتطهير الدوري للجزء الغاطس من الحفار. على يسار مقدم السفينة تتقدم غواصة معادية يجرى على سطحها تجهيز 2 قارب مطاطي وتم رصد 4 جماعات ضفادع بشرية هجومية تستعد لمهاجمة وتلغيم الحفار. وتعتبر هذه المهمة من المهام الرئيسية للغواصات وهي إنزال والتقاط مجموعات قتال الضفادع البشرية الهجومية على مشارف أهدافها المعادية. نشاهد الآن
جماعات الضفادع البشرية وهي تقوم بإنزال القوارب المطاطية من على سطح الغواصة وتبدأ في تجهيز أجهزة ومعدات الغطس الهجومية. تبحر القوارب المطاطية بسرعة متوسطة حفاظا على السرية حتى الوصول إلى أقرب مسافة يمكن الوصول إليها من الهدف ودون أن تكتشف لإنزال جماعات الغطس الهجومية. بدأت الآن جماعات الضفادع البشرية بمغادرة القوارب المطاطية والغطس في اتجاه الحفار. تتقدم الجماعات تحت سطح الماء في اتجاه الهدف وعلى عمق محدد لتفادي وسائل الاكتشاف والرصد باستخدام أجهزة الغطس الهجومي ذات الدائرة المغلقة وأجهزة الدفع الذاتي وصولا إلى هدفها. بوصول الجماعات تقوم بتثبيت الألغام اللاصقة على الجزء المؤثر من الحفار أسفل سطح الماء بغرض تدميره. فور تثبيت الألغام تتخذ الجماعات خطوط السير العكسية بأقصى سرعة ممكنة للتقابل مع العائمات المطاطية، ويتم التقاط جماعات الضفادع البشرية بعد تنفيذ مهمتها ويجرى اتخاذ خط السير للتقابل مع الغواصة. بلاغ قتال من قائد مجموعة التأمين على الحفار القاهر أثناء قيام جماعة الكسح والتعامل مع الألغام بالمسح الدوري، تم اكتشاف 2 لغم لاصق على جسم الحفار وجاري الاستعداد لإزالتها. تم تكليف جماعة تأمين وإزالة الألغام البحرية بإزالة الألغام المكتشفة طبقا لنوع الألغام وتحديد أنسب الطرق لإزالتها والتعامل معها. جاري الآن تنفيذ إجراءات إزالة الألغام اللاصقة بعد إبطال آليات التفجير الخاصة بها. بلاغ قتال من قائد قوات التأمين بتمام إزالة الألغام وتأمين الحفار. بلاغ من قائد مجموعة التأمين والسيطرة على الحفار باكتشاف سفينتين صغيرة الحجم مجهولة الهوية متوقفة في المنطقة باتجاه الساعة 10 تقوم بإنزال عائمات سريعة دون الإبلاغ أو التصريح من السلطات المختصة. تم رصد 2 عائمة سريعة مميزة بالدخان البنفسجي تتحرك بسرعة عالية من موقع السفينة المجهولة وفي اتجاه الحفار. قام السرب الأول من اللانشات السريعة من على خط المرور بالانفصال لاعتراض العائمات الصغيرة التي تم اكتشافها ومنعها من الوصول إلى المرمى المؤثر لأسلحتها. بدأت العائمات السريعة فور اكتشافها اقتراب لانشات التأمين بتغيير خطوط السير في محاولة لتفاديها والهروب منها. صدرت الأوامر إلى السرب الثالث من اللانشات السريعة بالإنزال من على سفينة الخدمة المجاورة للحفار لاعتراض وتدمير سفن إنزال العائمات السريعة. يبدأ تشكيل الدفاع من اللانشات السريعة طراز ريب المميزة بالدخان الأحمر لمطاردة تشكيل الهجوم. نشاهد الآن إحدى العائمات السريعة وهي تحاول الهروب من تشكيل الدفاع من اللانشات بتنفيذ مناورة حادة وبسرعة عالية. ويظهر أمامنا انفصال أحد اللانشات في مطاردة العائمة التي تحاول الهروب. تم إجبار العائمة على التوقف وقام طاقم العائمة بالقفز إلى البحر في محاولة للهروب، ونجح طاقم اللانش السريع في القبض على طاقم العائمة والسيطرة عليها. تمام اتخاذ لانشات السرب الثالث المميزة بالمشاعر الضوئية للأوضاع النهائية لتنفيذ الهجوم على السفن المجهولة مع اتخاذ احتياطات الأمان للوحدات أثناء الاشتباك.
بلاغ قتال من قائد السرب الثالث لانشات ببدء الاشتباك بالنيران مع السفن المجهولة. بلاغ من قائد السرب الثالث لانشات بتمام تدمير السفن المجهولة. ويقوم السرب الثالث من اللانشات السريعة طراز رب عقب انتهاء المهمة بالعودة على خط المرور القريب لاستمرار تنفيذ إجراءات تأمين الحفار. ونشاهد الآن تشكيل المطاردة من السرب الأول والثاني من اللانشات السريعة طراز رب في مرحلة السيطرة على قادة وطاقم العائمات السريعة ودفع عناصر من اللانشات السريعة لقيادتها واصطحابها إلى الميناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة جهات الاختصاص. بيان عمل عن اقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية تتميز بموقع جغرافي يسمح لها بالسيطرة على حركة دخول وخروج السفن من وإلى ميناء أبو قير البحري. تماثل الجزر الحاكمة مثل جزيرة شاكر والجزيرة الخضراء بالبحر الأحمر وجزيرة ميون بمنطقة باب المندب. يقترب الآن لانش سريع محمل بجماعتي ضفادع بشرية هجومية مكلفة بمهمة استطلاع ساحل الجزيرة وتحديد أماكن العوائق الملاحية والألغام البحرية أسفل سطح الماء وفتح ثغرة على الشاطئ للتمهيد لعملية إبرار بحري بالأفراد والمركبات على ساحل الجزيرة. تبدأ الجماعات في تنفيذ إجراءات مسح الشاطئ وتحديد أماكن العوائق الملاحية والألغام البحرية المطلوب إزالتها وتثبيت دوائر النسف والتدمير المناسبة لتدميرها وتمهيد الساحل وفتح ثغرة. تم الانتهاء تحديد الممر الآمن باستخدام مجسات الألغام وتمييز الممر بالبيارق الحمراء. تتقدم الآن أربع لانشات سريعة محملة بأربع جماعات قوات خاصة بحرية مكلفة بمهمة الإغارة على الجزيرة المنعزلة واستعادتها من سيطرة العناصر الإرهابية الموجودة عليها. وصول قوة الإغارة إلى ساحل الجزيرة يتم تنظيم الدفاع الدائري وبدء مرحلة التسلل باستغلال طبيعة الأرض للوصول إلى المواقع النهائية للاشتباك مع الهدف. بأوامر من قائد الجماعة يتم التعامل مع العدو بتدمير الأهداف الرئيسية والقضاء على قوة التأمين المعادية. بعد واحد تمام فجر 15 تمام فجر 15 انتهى. بلاغ قتال من قائد جماعات الإغارة بتمام وصول الجماعات إلى المواقع النهائية للاشتباك مع العدو. بعد واحد بعد واحد تمام فجر 16 تمام فجر 16 ارتقى We'll be right back.
بلاغ من قائد جماعة الاستطلاع بتمام تفجير الألغام المكتشفة وتطهير الساحل من الألغام والعوائق وإعطاء الإشارة الضوئية الخاصة بدخول وسائط نقل القوات. تبحر وسائط الإبرار من طراز CTM والكات التي تحمل قوة الإبرار باتجاه الجزيرة المستولى عليها. وتتميز هذه الوسائط بالغاطس الصغير بما يسمح لها بفتح الأبواب مباشرة على الساحل وإنزال قوة الإبرار والمعدات. تقدم الآن قوات الإبرار تحت ستر عناصر القوات الخاصة البحرية التي تسيطر على الهيئات الحاكمة. تم السيطرة على الجزيرة.